تعتبر من أفخم عربيات فئة الـ SUV. فيها كل مميزات اللي ممكن واحد يتخيلها فيها. هي فعلاً وصلت لأعلى قمة في BMW. العربية دي تقيلة كبيرة، سرعة قصوى، محددة إلكترونياً تبقى BMW. عندك 52 جلد، ده يعتبر اغلى واضخم جلد وفتح. كل حاجه اندرويد اوتو، ابل كار بلاي، كونكتد درايف ستور، يعني في كل حاجه هتبقى دي حته ثانيه خالص. عربيه SUV في عائله الاكس لBMW، لكن الموديل ده مختلف. الموديل ده X7 M60. طالما قلنا M يبقى احنا مش هندور على اي حاجة كروم، لازم الاسود هو اللي يبقى طاغي على التفاصيل. شبكة سودة، علامة الام، بيانو بلاك موجود في الجناب، والروفرك برضو اسود بيانو بلاك. بس هو لازم تتكلم اصلا على اللون الاخضر او اللون الخاص اللي بيتعمل، ان هو لايق مع الشميز طبعا اللي انا لابسه. او دي صدفه غريبه، اللون ده والالوان دي مخصوصه معموله ببرنامج انديفيدوال BMW انديفيدوال، والالوان دي ما بتطلعش كلها الا الاكس 7 وال7 سيريز. بقيه الفئات او الموديل رينج بيتاخد منه الوان معينه، اما لو انت تمتلك اكس 7 او 7 سيريز ليك انك تختار اي لون من برنامج انديفيدوال BMW. هم اختاروا اللون ده تحديدا، تقريبا اللون ده بقى موضه، يعني اللون الزيتي ده هو موضه للعربيات الاسيوي. هو من زمان كان مرتبط ببراند اول ما طلع زمان جدا، بدايه العربيات 4x4، فهو اللون الزيتي مرتبط بالSUVs عموما. لا، واللون ده شوفه مع الدي لايت، مع الفوانيس، مع الشبكه، مع لا لون فعلا عظيم. طيب هم ليه عملوا ام في BMW؟ يعني عربية البرفورمنس بتاعها والموتور بتاعها قوي. طيب العربية دي موتورها ايه؟ العربية دي 8 سلندر V8 بتطلع 530 حصان وعزم 750 نيوتن متر. العربية دي تقيلة كبيرة، مع ذلك سرعة قصوى محددة إلكترونياً من قبل BMW عند 250 بيقولوا إن هي ممكن توصل ل 270. طيب عربية بالحجم ده وبالوزن ده ممكن تكون من 0 لـ100 في قد إيه؟ أي حد هيفكر في مع الوزن مع الحجم مع ده كله هيتوقع إنها هتعدي 5، حتى مع إنها كونها بي إم، بس هي في الحقيقة 3.9. ده رقم مذهل على فكره، ده رقم رهيب. ان حد عربيه بالشخصيه دي او عربيه في الفئه دي وبالوزن ده ان هي تحقق ده. العربيه دي عشان الناس تبقى عارفه 6 سيتس، 6 مقاعد مش 7 زي ما الناس بتقول. عربيه لكشري جدا جدا جدا، فيها كل مميزات اللي ممكن واحد يتخيلها فيها. هي فعلا وصلت لاعلى قمه في BMW. هي تقريبا واخده من نفس البلاتفورم بتاع 7 سيريز، بس دي فيها اوبشن كتير، بس فيها شوية فيتشرز لازم تشوفوها بالتفصيل معانا. العربية دي تعتبر من أفخم عربيات فئة الـ SUV. مش عايز أقول أحلاهم، مش عايز أقول إن هي الأكثر ديناميكية عشان خاطر حدش يزعل، لكن هي ممكن تبقى كده. فيها فيتشرز وفيها شوية تفاصيل هتعجبكم جداً. عربية يعني راعوا فيها حاجات كتيرة جدا. ممكن نتكلم برا على ايه؟ طبعا دي الكاميرا الامامية موجودة في منتصف الجريل. الكاميرا الامامية دي بس مش مجرد انها تراقب الطريق، لا، ده ليها وظائف تانية هنعرفها، ولما نشوفها هنشوف بالظبط هنعمل ايه. منها مثلا ان الكاميرا دي بتشوف الطريق وعلى اساسه بتحدد نظام التعليق يناسب اي طريق، واللي هنشوفه دلوقتي بشكل عملي. يعني لو انت جوه المدينة وعلى طرق ممهدة ليه نظام تعليق معين، اما لو انت دخلت منطقه زي اللي احنا فيها او منطقه صحراويه او منطقه فيها او طرق وعره بيتغير نظام التعليق اوتوماتيك لوحده. BMW من اول الشركات
اللي خلت التعليق الالكتروني في موديل ال 7 سيريس، وده من سنين لدرجه انا فاكر كان في عنوان لاحدى المجلات الشهيره جدا قال لك رده الفعل البشريه اصبحت الكترونيه. يعني ايه رده الفعل البشريه؟ احنا لما نركب كلنا جوه عربيه خمس افراد وزننا فوق ال 100 كيلو طبيعي العربيه تنزل تهبط بتنزل. تمام. بي ام دبليو هي صاحبه اول فكره من غير زرار او تحكم، لان كان في عربيه زمان يتم التحكم في ارتفاعها عن طريق مفتاح جوه، لا يدويه دي بقت الكترونيه، ان احنا اول ما نقعد العربيه تنزل عند حد معين هي اوتوماتيكلي تطلع للحد المظبوط. ده صحيح، عشان يبقى فيه نوع من الديناميكيه ونوع من الثبات. تعالوا نشوف الفيتشرز مع بعض ونشوف اهم اللي هيميز X7 M60i. طبعا بتشوف الاضاءه الداخليه اللي تقدر تغير الوانها باستمرار في كل العربيه، الوان متعدده. طبعا شايفين الشاشه كيرفد اللي بتقدمها بي ام دبليو في موديلاتها الجديده او اللي بتحدثها. الشاشه دي شاشه كبيره زي ما انتم شايفين، منحنيه منقسمه الى جزئين. الجزء الاول بتعرض معلومات العربيه، كل حاجه عن العربيه وعن الاتصالات وعن المناخ وعن الطقس، والجزء الثاني بيعرض مجموعه العدادات او شاشه العدادات اللي بتعرض السرعه والار بي ام والنظام القياده طبعا هنا احنا في المانيا في النافيجيشن شغال بشكل طبيعي، بس في مصر طبعا لسه الموضوع ما وصلش بشكل قانوني. لو شفنا طبعا هتلاقي العربيه الفخامه ولبسه الفخامه، وده من برنامج بي ام دبليو اللي اسمه كرافتد كليريتي. كرافتد كليريتي ده كل الطبقه اللي انتم شايفينها دي طبقه كريستال معموله في التابلو وفي الكونسول الامامي زي ما انتم شايفين، اللي بتحيط بالاي درايف والنظام. تقدر تتحكم من هنا بكل اجزاء العربيه زي بالظبط الشاشه بالظبط. لو فتحنا اماكن التخزين هنلاقي ان في شحن وايرلس، في مخرج يو اس بي، هنلاقي ان في اماكن تخزين. طبعا هننقل على الكراسي، الكراسي جلد او كلها جلد من جلد اسمه مورينو. الجلد ده يعتبر اغلى وافخم جلد، هو بيتاخد من الماشيه وبيتعالج بشكل معين علشان يجي، هو جلد بيزود الفخامه بتاعه العربيه. طول الوقت بي ام دبليو بتديك احساس بالفخامه. عندنا نظام ستيريو او ساوند سيستم هارمان كاردون 16 سبيكر. طبعا لو شفنا اجزاء الفخامه او مظاهر الفخامه اللي في مقصوره الفئه الاكس 7، انا دايما بتلخبط بالاكس 7 والفئه 7، هنلاقي ان الفخامه باينه جدا اهو زي ما انتم شايفين. في طبقه من الكريستال على الكونسول وعلى التابلو، وده مع الخطوط الكربون فايبر مع الاضاءه، كل ده بيدي فخامه فعلا جميله جدا. وعايز كمان يدي لك حته رياضيه، لان دايما الكربون فايبر مرتبط بالعربيه الرياضيه. ده صحيح، السياره الرياضيه لازم كربون فايبر. هو ده مش كربون فايبر، هو ده بس الشكل كربون فايبر، بس هو يعني حاجه اشيك من كده تليق مع شخصيه العربيه. حاجة اللطيفة ان ده على فكرة الكانتار. تمام؟ يعني ده الكانتار. اي ام مرتبطة بثلاث الوان، تمام؟ هنلاقيهم موجودين، اللون الازرق واللون اللبني واللون الاحمر. حتى الخياطة هنا هتلاقيها موجودة كويس. تفاصيل، كل التفاصيل الصغيرة تفاصيل موجودة. تفاصيل ليها علاقة بالام، هو لان هي الام مميزة في بي ام دبليو بالالوان دي. حتى بره على الشبكة علامة الام، في الجناب علامة الام، ورا برضو هتلاقي علامة الام، فهي بتميز قوي الام الالوان دي. تمام. التحكم في الشاشة ده موضوع لطيف جدا، وده لبي ام دبليو بس. احنا عندنا هنا زي ما انت شايف بي ام دبليو اي دي، هوية الشخص مالك بي ام دبليو، وده معمول حوالين العالم، بيبقى ليك اي دي تقدر كل ما تغير عربية تبقى هويتك معاه وعارفين الهيستوري كله بتاعك. البيرسونال اسيستنت ده المساعد اللي سمعتوه بيتكلم من شويه، بيقدر يساعد قائد السياره في استقبال الاوامر. هنلاقي تاني ان كل حاجه اندرويد اوتو، ابل كار بلاي، كونكتد درايف ستور، يعني في يعني كل حاجه هتحتاجها القائد هيلاقيها او مالك العربيه هيلاقيها في متناول ايده وسهله جدا. يقدر يستقبل الموبايل رسائل على الموبايل، يقدر يستقبل مكالمات، يقدر يستقبل كلها حتى ايميلز. حتى لو هو غاوي كوره بيحب الكوره، انت هتلاقي هنا موجود البوندسليجا اللي هو الدوري الالماني. لو في اطفال في موجود اوريدي ابلكيشن بتاع الالعاب دي. ايوه فاهم ازاي؟ فهو مش سايب حاجه ناقصه. ده صحيح. تمام. الحاجه الثانيه انت بتتكلم رياضيا بقى،
فانت طبيعي هتلاقي الدركسيون او المقود يعني شيفت بدلز طبعا ده لازم تكون شيفت بدلز دي موجوده تمام عشان خاطر انت لو هتسوق العربيه بطريقه رياضيه بعيد عن انك تشغل الاوتوماتيك اللي هو الجير 8 نقلات فانت ممكن تتحكم ده صحيح. هي في طبعا 3 مود للسواقه السبورت والكومفورت والايكو ودي كل واحده وليها مميزاتها وليها خصائصها. ام يعني عربيه رياضيه يعني ده صحيح. رياضي طيب جنط 23 انش ده 23 مش 20 ولا 21 23 ده صح. تسجل العربيه دي مصنعه في مصنع بي ام دبليو في امريكا بس هي بتفرقش كتير قوي عن لجات مصر على فكره تقريبا كل التفاصيل في مصر جنت عندنا في مصر 22 هنا 23 يعني قصدي في تفاصيل بسيطه بس هي المين كله او مين الايكويبمنتس كلها موجوده يعني مش هتفرق كتير قوي على موجوده في مصر. ال 6 سيتس عشان بس دايما العربيه اللي هي الاسترتشد بتبقى 7 سيتس العربيه دي 6 ما هو عشان احساس سيترز. احساس الفخامه لازم كل واحد ليه كرسي لوحده مستقل مخرج مخرج تكييف تاتش طبعا اوتوماتيك. الحاجه بقى الجديده والجميله جدا طبعا اي عربيه الشنطه بتاعتها او ليها باب خامس في العادي ان الباب كله بيفتح حته واحده في ال7 حاجه جديده وحاجه يعني بصراحه عمليه جدا. خلينا نتفرج كده ونشوف ايه اللي بيحصل بالظبط. طيب احنا عندنا هنا دي فتحت فعندنا جزئين تمام ان انا اقدر كمان الجزء ده اقدر ايه افتحه تمام عشان خاطر ينزل لي ادوس على الزرار ينزل السسبنشن للعربيه وفي نفس الوقت بيفتح الجزء ده فانا عندي مساحه للدخول مساحة كبيره التخزين. جدا تمام لو مش محتاج دي فانا بقدر اقفلها واستعمل بس الجزء. الحاجه الثانيه مساحات التخزين بقى كبيره يعني لو انت لا كبيره وكمان تقدر كمان تقعد جوه وتقدر تتريح وتقدر تقعد يعني الناس بص هو قاعد مرتاح والناس بتقعد فيها لو طالع كامبينج او طالع تخيم في اي مكان زي المكان اللي احنا فيه ده. على فكره المكان ده كان مطار امريكي قديم في ميونخ واصبح زي ما انتم شايفين دلوقتي تقريبا احنا في شمال ميونخ بالمناسبه بس ده كله كويس بس انا عايزك صالح تكلمهم على الاوبشن ده دلوقتي في حاجه هنا طبعا تمام انا دول ما بتحكمش فيهم يدوي تمام انا بيتحكم فيهم من هنا فانا لو عايز كل حاجه ترجع زي ما كانت تمام العربيه تبقى 6 سيتس تمام الحاجه الوحيده اللي تستخدم فيها ايدك الهيدرست دول بس فقط لا غير هم دول اللي انت تتحكم فيهم بايدك او تستخدم فيهم ايدك. طب كده انت فتحتهم وري الناس ازاي اصلا لو حابب تقفلهم هي ضغطه زرار واحده ماكس تدوس عليه بس اوكي اتقفلت الهيدرست والكراسي الصف الثاني طلع لقدام فالمساحه بقت كبيره تماما والكراسي رجعت عشان خاطر اللي في النص كمان ما يتضايقش هقفل ده كله كده بضغطه واحده اقفل كل حاجه. بس من الحاجات الجميله واللي الناس بتحبها جدا في اي عربيه رياضيه مخارج الاكزوست او الشكمان دي فيها اثنين مخرجين وهناك مخرجين هنا مخرجين يعني اربعه ومش منظر يعني دول فعلا فتحه اثنين ثلاثه أربعة وطبعا بيانو بلاك برضو زي ما احنا شايفين. نقطة تانية بس عايز ناس تتفرج عليها نقطة نظام التعليق. بص نظام التعليق هيبقى عامل ازاي اول ما نضغط على الزر انت افتح صالح او ارفع العربية. بص خدت بالك العربية بتطلع ازاي عربية انت رفعت العربية رفعت علية العربية عن الارض وده بيستخدم في طرق معينه او لو اوف رود او لو انت محمل جامد جوه العربيه تمام. الحاجه الثانيه ان انت بقى طبعا انت في الطرق العاديه مش محتاج الارتفاع ده كله محتاج العربيه تبقى واطيه عشان في طرق المدينه بتدوس ثاني فبيرجع السسبنشن زي ما كان. مهما اتكلمت على العربيه مش هتقدر تجيب لها حقها وهي بتمشي على الطريق. ازاي تضغط على البنزين ازاي تعمل كيك داون وانت ماشي بسرعه عاليه
تحس انك انت طالع مع العربيه، اكنك بتتسحب مع العربيه. صاحب محرك هايل جدا، باقات الام او باقه الام مش في العربيه دي في كل العربيات، مميزه جدا جدا جدا، وخاصه لو في طريق مفتوح او هاي ويز زي في المانيا هنا هو زي بافاريا احنا موجودين، هتستمتع جدا بالسواقه. الحاجه الثانيه، اي عربيه اس يو في دايما مش بتبقى سبيدي او مش سريعه قوي، لا العربيه دي تقدر تنافس على سبورت كارز مستريحه جدا، رغم انها عربيه اس يو في حجمها كبير، فالعربيه دي ممتعه جدا. مع باكج الام حقيقه العربيه دي في حته ثانيه خالص. طبعا دي كانت العربيه الاولى اللي احنا جربناها النهارده في ثاني يوم لينا في ميونخ، هتكون كانت الاكس 7. انا اسلام حويله من مرشدير، وانا صالح عبد المجيد من اوتوموتيف جي تي، وهنقابلكم في عربيه ثانيه، لان احنا عندنا عربيات لمده 3 ايام، وفي يوم منهم في مفاجاه قويه جدا، العربيات هتتجرب على حلبه سباق حقيقيه، لان الام مش بس على الطرق، لا انت ممكن تستمتع بيها على الحلبات، ادائها زي اداء العربيات السباق. نشوفكم في التجربه الجايه ان شاء الله.